نفسه أصعب. عددكم والحمد لله في تزايد مستمر على بسيكاست 369، كسوسوا على قناة اليوتيوب، على البودكاست أو على صفحة فيسبوك. حبيت نشكركم، وهذه هديتي ليكم اليوم، فشكرا على تواجدكم. اليوم باش نهديكم تمرين يعاونكم على التخلص من بعض الأعباء، من وزن بعض المنغصات والمشاكل اللي تقدر تصادفكم في حياتكم. راح نعملوا تأمل نفسي. نستدعيكم أنكم تجلسوا في وضعية هادئة، في مكان هادئ وحدكم من الأفضل، سواء في غرفة، في مكتب، في سيارتك، في أي مكان تقدر تنعزل فيه بلا ما تكون، بلا ما واحد يقلقك أو يدخل للمكان هذاك من غير استئذان. اجلس في وضعية مريحة، سواء جالس أو مستلقي، وضعية اللي تريحك. أغلق عينيك، أجلب عقلك لهذا المكان ولهذا الزمان، لهذا الوقت. أنت الآن في هذا المكان وفي هذه اللحظة. استمتع بحاضرك، استمتع بعيش هذه اللحظة. من حقك أنك تاخذ لحظات لنفسك، من حقك كذلك أنك تشكر نفسك أنك سمعت لها وأنك تخصص لها وقت ولو قليل ليها. أشكر نفسك لأنك تعمل كل ما في وسعك باش تكون في حالة جيدة، في حالة نفسية إيجابية، وباش توصل للسلام وللأمان الداخلي. تحقق من تنفسك بوضعية صحيحة. حط يديك على البطن تاعك بكل هدوء وباطمئنان تام. تنفس من الأنف، استنشق الأكسجين من الأنف. كيف تستنشق الهواء، بطنك يصعد يمتلئ بالهواء، كيف تطرح CO2 ثاني أكسيد الكربون، البطن يفرغ من الهواء. أبقى على هذه الحالة، تستنشق الهواء من الأنف، البطن يصعد،
تحاولش تحلل أفكارك، الأفكار تقدر تجي من كل جهة، تحاولش تحللها. أنت الآن بأمان، ثق بعقلك الباطن اللي رايح يؤدي مهمة التأمل النفسي على أكمل وجه. عينيك من الأحسن أنهم يكونوا مغلوقين مدة هذا التمرين كامل، غوص في أعماقك، في أعماق نفسك، بفضل عقلك الباطني أنت الآن تتواجد في مكان في الطبيعة، الخضار يحيط بك، وأنت فرحان كطفل صغير تحب تستكشف هذا المكان الجديد اللي رحت له بفضل لاوعيك. في هذا المكان الجو معتدل، المكان آمن جدا، تأمل كل شيء يحيط بك واستمتع بكل ما تراه بعقلك وباطن بلا وعيك. استمع لصوت الماء، صوت أوراق الأشجار، صوت العصافير، وتبع مخيلتك وش تقولك. استمتع من هذا القطعة من الجنة في مخيلتك. تشعر بنوع من الراحة والاسترخاء، مش بعيد عنك كاين منطاد المونغولفيير، البالون تاع هاد المنطاد ينتفخ كل ما بطنك ينتفخ ويمتلئ بالهواء اللي تستنشقه. بجانبك في هذه اللحظة المنطاد البالون قاعد يمتلئ بالهواء، وبحداك ورقة وقلم ديما بتأملك بمخيلتك. تمسك الورقة والقلم وبتأملك بمخيلتك راح